formation of A antigen from H antigen. أنا عندي ال H substance، H substance ديت بيضاف إليها في الجزء الأخير terminal sugar. الterminal sugar ده اسمه N-acetyl دي galactosamine، ده احنا شايفين في الصورة كده N-acetyl galactosamine لآخر حتة الترمينال من ال H antigen. ال A gene هو اللي بيعمل الحكاية ديت. ال A gene بيحفز كودز انزيم، بيحفز انزيم، الانزيم ده بيضيف المادة اللي هي اسمها N-acetyl دي galactosamine تتحول ال H إلى A antigen.